إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت عن آخر كاركتر في الفانجاي اللي هي كانت السيكشوال ريبرودكشن، وعرفنا ايه هي الميثودز اوف سيكشوال ريبرودكشن، واتفقت معاكم ان انا هبدأ ان شاء الله النهاردة في الكلاسيفيكيشن اوف فانجاي. بس لازم نعرف الاول بعض المصطلحات كده علشان نعرف الكلاسيفيكيشن ماشي ازاي. طبعا العلماء اكتشفوا حوالي 300,000 سبيشيس من الفانجاي، واكيد العدد ده هيزيد ان شاء الله، يعني اكيد هيكتشفوا تاني، العدد ده مش هيفضل ثابت كده. بعض الاساسيات اللي لازم نعرفها ان عندي الكنجدم مايكوتا، الديفيجن بتاعتي لازم تنتهي بالمقطع مايكوتا، يعني مثلا زي ما هنشوف شوية كده ان انا عندي تو ديفيجن مثلا ميجزو مايكوتا وايو مايكوتا، عندي ميجزو وايو دي المقاطع اللي بتتغير، لكن النهاية بتاعتي مايكوتا دي ثابتة. عندي ستوب ديفيجن بتنتهي بالمقطع مايكوتينا، والكلاس بتنتهي بالمقطع مايسيتس، والاوردر بتنتهي بالمقطع اليس، الفاميلي بتنتهي بالمقطع ايسي، وفي الاخر هكتب الاكزامبل بتاعي بيتكون من جينس وسبيشيز زي ما اتفقنا قبل كده في البيزكس بتاع النيمينج ازاي بنسمي الكائن بتاعي. وعرفنا ان هو بيتسمى باي نيمينج، يعني لي اسمين، يعني باينوميال نيمينج بيكون جينوس واول حرف منه بيبقى كابيتال، والسبيشيز بيكون سمول. دي اساسيات لازم نعرفها. طيب الفانجاي ككينجدم مايكوتا اتقسمت لتو ديفيجن على حسب ايه؟ على حسب النيتشر اوف سوماتيك فيس، طبيعه السوماتيك فيس بتاعي الموجود عندي ده شكله ايه، هل هو هولوكاربيك مثلا ولا ايوكاربيك. المصطلحات دي عرفناها المره اللي فاتت. هل الاسيكشوال سبور شكلها ايه، هل هي موتايل ولا نان موتايل، وهكذا. الكايند اوف سبونجيا هنعرف برضو شويه كده ان انا عندي السبورز بتكون موجودة جوه حاجة اسمها سبرونجيا، وبالتالي بنسميها سبرونجيا سبور. لو موجودة جوه حاجة اسمها أسكس هنسميها أسكو سبور، وهكذا. نيتشر اوف لايف سايكل هنشوف اللايف سايكل بتاعتي طبيعتها عاملة ازاي وهتمشي ازاي. presence or absence of perfect or sexual stage هنشوف السيكشوال ستيج او البرفكت ستيج بتاعتي عاملة ازاي، اللي هي موجودة عندي بتكون سبورز، وهنعرف هل هي موجودة او لا، فهنا بيحصل كلاسيفيكيشن على اساسها، ودي برضو هنشوفها شوية كده. عندي الكينجدم مايكوتا بتتقسم لتو ديفيجن، ميكزو مايكوتا وايو مايكوتا. الميكزو مايكوتا دي فيها فور كلاسز، اسمها اول واحدة اللي هي الاكراسيومايسيتس، تاني واحدة هايدرو ميكزو مايسيتس، ثالث حاجة الميكزو مايسيتس، اخر واحدة بلازموديو فورو مايسيتس. عندي الايو مايكوتا ديفيجن، ايو مايكوتا بتتقسم لخمسة سب ديفيجن، ماستيجو مايكوتينا، اسكو مايكوتينا، ديوتيرو مايكوتينا، زايجو مايكوتينا، اند بازيديو مايكوتينا. كل واحدة منهم بيكون موجود تحتها كلاسز مختلفة، وكل كلاس تحتها اوردر، وكل اوردر فيها فاميليز كتير او واحدة على حسب الكلاسيفيكيشن بتاعت كل واحدة فيهم. وطبعا بعد كده بعد ما بنقول الفاميلي في الاخر بنشوف الاكزامبلز اللي معانا. طيب انا عندي ديفيجن ميكزو مايكوتا افرقها ازاي من الايو مايكوتا؟ قال لنا ان الايو مايكوتا بتكون فيلامنتس، يعني خيطية الشكل، وبتضم اغلب الفانجاي، ماجوريتي اوف فانجاي. ديفيجن ميكزو مايكوتا بيكون فيها السوماتيك استراكشر بتاعتها ممكن يكون شكل من اتنين، يعني انا عندي اللايف سايكل بتاعة الميكزو بيكون فيها حاجة من اتنين، يا اما بلازموديوم او سودو بلازموديوم. البلازموديوم ده عبارة عن ماس اوف مالتي نيوكلييتد بروتوبلازم، والموفمنت بتاعتها بتكون اميبويد.
يبقى هي mass of multinucleated protoplasm amoeboid movement، لكن لو مش بلازموديوم هتكون سودوبلازموديوم، ودي عبارة عن تجمعات من السبريت amoeboid cells. كده عرفنا ازاي نفرق بين الميكزو وبين الايوميكوتا. دي شكل للأسكوميكوتينا، ده الأسكس وبيكون جواه الأسكوسبورس. هنا برضو دي أسكوميكوتينا، هنا البازيديوميكوتينا بيكون فيها البيرفكت ستيج بتاعتها، بتكون بنسميها بازيديوسبور، بتكون جوه حاجة اسمها بازيديوم. هنا برضو بازيديوميكوتينا، أشكال جميلة سبحان الله. يعني دي الزيجوميكوتينا، دي اشكالها. هنا مثلا عندي ده فطر عفن الخبز. الديوتيرومايكوتينا عندي هنا، ده البنسيليوم. دي الماستيجومايكوتينا، وهنا بقى الميكزومايكوتا. نلاحظ هنا حاجه مهمه جدا، ان الميكزومايكوتا انا ما قلتش عليها مايكوتينا زي اللي فاتوا. ليه؟ لان هنا الميكزومايكوتينا الميكزومايكوتا انا اسفه الميكزومايكوتا دي ديفيجن، لكن اللي فاتوا اللي هم الماستيجو والديوتير والزايجو والبازيديو والاسكو دول عبارة عن سب ديفيجن، واحنا اتفقنا ان السب ديفيجن بتنتهي بالمقطع مايكوتينا، لكن الديفيجن بتنتهي بالمقطع مايكوتا. تمام. هنا الميكزو مايكوتا بنسميها سلايم مولد، يعني بيكون شكلها لزج زي ما احنا شايفين كده، شكلها جميل جدا. هتكلم بقى النهاردة عن الميكزومايكوتا ونشوف الجنرال كاركتر بتاعتها. الميكزومايكوتا اول حاجة الريسنت كلاسيفيكيشن في 2007، الكينجدوم فانجاي انكلود 7 فايلم و10 سب فايلم و12 سب كلاس و179 اوردر. وفي 2011 في حاجة جديدة اضافت ليهم، ديفيجن جديدة يعني، اللي هي كريبتو مايكوتا، اضافت للميكزو مايكوتا والايو مايكوتا، واكيد طبعا في ريسنت كلاسيفيكيشن عندها كمان. الاول بقى هتكلم عن الميكزو مايكوتا وهناخد الجنرال كاركترز بتاعتها. طبعا الاوردر ليها كاركتر، والفاميلي ليها كاركتر، والديفيجن ليها كاركتر برضو، يعني كل حاجة ليها كاركتر. تقولي ايه التعقيد ده؟ ليه كل حاجة ليها كاركتر؟ لان زي مثلا لما ادخل مكان كبير والاقي فيه ناس كتيرة جدا من جنسيات كتيرة جدا مختلفة، هاجي اقسمهم ازاي؟ اول حاجة دول بشر، يبقى دي كده مثلا عندي الكنجدم بتاعتي ان هم بشر. تمام. بعد كده هقسمهم لديفيجنز مختلفة، هقول مثلا المصريين يبقوا في ديفيجن، والامريكان في ديفيجن تانية، وهكذا. كل جنسية في ديفيجن مختلفة عن التانية. بعد كده هاخد كل ديفيجن اقسمها لسب ديفيجن مختلفة، مثلا في المصريين مثلا هقول هنا المسلمين، وهنا الاقباط، وهنا مش عارف ايه، وهكذا. تمام. معنى كده ان كل ما اقسمهم واعمل كلاسيفيكيشن هلاقي ان الكاركتر بتكون ريليتد اكتر. يعني الاول كان كلهم مع بعض بشر، بس بعد كده وصلت في الاخر ان مثلا عندي الفيميل لوحدهم والميلز لوحدهم. تمام. نرجع تاني للجنرال كاركتر بتاعة الميكزو. اول حاجة هنقول presence of trophic phase، عندي trophic phase ده بيكون موجود في الميكزو. طب ايه هو trophic phase؟ التروفيك phase ده يا اما يكون بلازموديوم او سودو بلازموديوم، انا لسه متكلمة عنه من شوية. تمام. وعرفنا ايه هو البلازموديوم، ان هو بيكون عنده اميبويد موفمنت، والسودو بلازموديوم بيكون تجمعات من الاميبويد سيل مع بعضها بتكون سيباريتد. تمام. يبقى كده عرفنا البلازموديوم والسودو بلازموديوم، ده حالة التروفيك فيز. المود اوف نيوتريشن بتكون فاجوتروفيك. تمام. يعني طريقة التغذية بتاعته بتكون بالفاجوتروفيك. الفيجيتيتيف بارت بيحتوي على البروتوبلاست، والبروتوبلاست بتاعي البروتوبلاست ده بيكون محاط ببلازما ممبرين بس ما فيهوش سيل وول. تمام. تاني الفيجيتيتيف بارت بتاعي، الفيجيتيتيف بارت
اللي هو اصلا بيحتوي على البروتوبلاست، تمام، بيكون محاط ببلازما ميمبرين بس ما فيهوش سيل وول. يبقى كده دي حاجة اصلا كاركتر بتميز الميكزو مايكوتا عن الايو مايكوتا، ان الميكزو ما بيكونش عندها ديفينيت سيل وول، ما عندهاش سيل وول، لكن الايو مايكوتا هنشوف بعد كده ان شاء الله لما نشرح قدام شوية في الكورس، هنلاقي ان من الكاركتر بتاعة الايو مايكوتا ان هي عندها ديفينيت سيل وول. بعد كده الكاركتر اللي بعد كده the resemble the primitive fungi in their mode of reproduction by produce spore within sporangia. دي الميكزو، يعني الميكزو مايكوتا دي كائنات primitive، كائنات بدائية، فالريبرودكشن بتاعها هيكون بالسبورز، السبورز دي بتكون موجودة في سبورانجيا، تمام، ده معنى الكلام اللي مكتوب. يبقى الميكزو بما انها كائنات بدائية الريبرودكشن بتاعها هيكون عن طريق السبورز، السبورز دي بتكون موجودة في ايه؟ احنا قلنا قبل كده اللي هي المرة اللي فاتت قلنا ان السبورز دي مش هتكون موجودة كده لوحدها، لازم حاجة تحتويها. يبقى عندي حاجة اسمها سبورانجيا، قلنا سميناها حافظة جرثومية، بيكون جواها السبورز، وسمينا السبورز ساعتها سبرونجيوسبور، تمام. they are either holocarpic or eucarpic، دي برضو قلتها المرة اللي فاتت، يعني ايه holocarpic او eucarpic. الholocarpic معناها ان ال reproductive phase وال somatic phase مش بيكونوا موجودين على الصلة في نفس الوقت، يا اما يكون عندي ال reproductive فيز لوحده وبعد كده السوماتيك فيز يبدأ يظهر، او العكس، يا اما ده يا اما ده الهولوكاربيك. الايوكاربيك بقى الاتنين بيكونوا موجودين مع الايوكاربيك الاتنين موجودين مع بعض، جزء من السوماتيك بيتحول الى ريبرودكتيف والجزء الباقي بيفضل سوماتيك زي ما هو. يبقى كده عندي الايوكاربيك الاتنين موجودين مع بعض في نفس الوقت، جزء سوماتيك وجزء ريبرودكتيف. الكاركتر اللي بعد كده زي exhibit variable coloration، يعني بيكون في منها الوان كتيرة جدا، زي ما احنا شفنا الصور اللي فاتت دي كانت بصراحة صور جميلة، دي يعني في الوان، لا ده دي تبع الايه، دي اهي الميكزو، دي الكاركتر بتاع الميكزو، الوان بصراحة، وطبعا في اجمل من كده بكتير. يبقى ايه زي exhibit variable coloration. تمام كده دي الكراكتر بتاعت الديفيجن نفسها اللي هي الميكزومايكود. ندخل بقى على الكلاسيفيكيشن بتاعتها. الكلاسيفيكيشن اوف ميكزومايكوتا عندي قلنا ان هي بتتقسم لفور كلاسز، اول كلاس بنسميها كريسيومايسيتس، تاني واحده الهايدروميكزومايسيتس، بعد كده ميكزومايسيتس، اخر واحده بلاسموديوفورمايسيتس. طيب نفرق بينهم ازاي؟ طبعا انا في البدايه قلت ان الميكزو بيكون فيه بيكون عندها يعني يا اما بلازموديوم او سودوبلازموديوم، تمام، دول اللي بيفرقهم عن الايو مايكوتا. فالبلازموديوم او سودو بلازموديوم دول اللي هنشتغل عليهم في الكلاسيفيكيشن بتاع الميزو مايكوتا. ازاي؟ يعني مثلا انا عندي دلوقتي الكلاس اللي هي الاكروسيومايسيتس دي، عندي الاسيميليتيف فيز بتاعي بيكون فري ليفنج طبعا واميبويد، بتكون بلازموديوم، تمام، سودو بلازموديوم، انا اسف، يبقى هنا سودو بلازموديوم دي الكلاس الوحيده في الميكزو اللي بتكون الاستيميليتيف فيز فيها سودو بلازموديوم، لكن الثلاثه الباقيين بيكونوا بلازموديوم. تمام كده عرفنا اول كلاس اللي هي الاكراسيومايسيتس. الثلاثه الباقيين قلت ان هو بيكون فيها بلازموديوم. طيب هفرق الثلاثه عن بعض ازاي؟ اكيد هتكون في حاجه مختلفه علشان كده عملوا الكلاسيفيكيشن ده. الكلاس اللي هي هايدروميكزومايسيتس البلازموديوم فيها بيكون نتورك، تمام، دي فيها بلازموديوم بيكون نتورك، لكن الاثنين التانيين don't form network، وهنا برضو don't form network. يبقى انا كده برضو فصلت دي لوحدها ان هي عندها بلازموديوم وعندها نتورك. طب الاثنين دول عندهم بلازموديوم don't form network، طب هفرق برضو بينهم ازاي؟
قال لي ان الميكزومايسيتس بتكون البلازموديوم اللي فيها بيكون سابروفايت او سابرو، لكن بلازموديوفورومايسيتس ده بتكون بارازايت. يبقى كده بكل سهوله قدرنا نفرق ونعمل كلاسيفيكيشن للميكزومايكوتا، وعرفنا ان عندها 4 كلاس، اكروسيومايسيتس دي عندها سودو بلازموديوم، لكن الثلاثه الباقيين عندهم بلازموديوم. طيب الثلاثه الباقيين هنفرق بينهم ازاي بما انهم كلهم عندهم بلازموديوم؟ قال ان الهايدروميكزو مايسيتس البلازموديوم بتاعها بيكون نتورك، لكن الاثنين التانيين مش بيكونوا. طيب هفرق بين الاثنين التانيين ازاي؟ قال ان الميكزو مايسيتس البلازموديوم بتاعها بيكون سابروفايت، لكن البلازموديوفورومايسيتس بيكون بارازايت. تمام كده؟ تمام كده. دي كانت الكلاسيفيكيشن بس بتاع الميكزومايكوتا. ان شاء الله المرة الجاية بقى هبدأ في الكلاس، هاخد اللي هي الكلاس بلازموديوفورومايسيتس، وهناخد الكائن اللي فيها او الكائنين اللي هو البلازموديوفورا براسيكي والكائن اللي بعده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتري ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك مدها يداك.